أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبأمره قامت الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الكائنات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في الدرس الماضي بنشرح في حكم إيمان المقلد والخلاف فيه، وعرفنا المراد بالتقليد، وذكرنا أيضا أقوال العلماء في حكم إيمان المقلد، وبينا أن معنى التقليد المراد به التقليد المذموم، يعني ما يتعلق باتباع الكفار لآبائهم أو اتباع الكفار لمجتمعهم أو لذويهم أو لأي إنسان، فقط لآبائهم كما ذكر في الآية. ليس المراد أنه لآبائهم فقط، يعني لكل من قلدوه، ولكنه ذكر آبائهم كان الشائع اتباع الآباء واتباع الأجداد وهكذا. أما التقليد أو في الفروع واتباع الحق، يعني التقليد في الحق هو أصل من أصول الدين كما ذكرنا، إذ كل من قلد في التوحيد، والمراد في علم العقائد ولو كانت متعلقة بالرسل أو بالسمعيات. يعني ليس المراد التقليد فيما يتصل بصفة الوحدانية، وإنما في علم العقائد، فهنا ذكر التوحيد خاص وأراد به العام. إيمانه لم يخلو من ترديد، المراد بإيمانه يعني جزمه بما أخذ من أحكام التوحيد من غيره بغير دليل. معنى إيمان يعني ليس المراد بالإيمان هنا المعرفة، لأنه لا معرفة عند المقلد، المعرفة علم، والعلم يحتاج إلى إلى دليل، وهو ليس عنده دليل، فبالتالي ليس عنده ليس عنده معرفة. فالمراد بإيمانه يعني جزمه، تمام، الذي أخذه أو تلقاه عن غيره من غير دليل، وليس المراد بالترديد اللي هو الشك والاضطراب، ليس معنى هذا أنه ممتزج أو مصاحب لإيمانه، لأنه جزم، والجزم لا يجتمع مع التردد ومع الشك. يعني معنى كده زي إيمانه بالفعل ليس فيه تردد وليس فيه شك لأنه جازم. والخلاف بين العلماء في إيمان المقلد يعني في جزمه، تمام. أما المقلد الشاك أو الظان فهذا إيمانه ليس بإيمان باتفاق، هو عنده ذرة شك، أو يعني مثلا واحد يقول أنا مسلم وهناك دين للمسلمين ودين للنصارى، والله أعلم مين فيهم اللي على حق، ده ما ينفعش، ده تقليد، ده حمار، ده لا يصلح. يبقى المراد المقلد الجازم الذي يجزم بأنه على الحق ولكنه لا يعرف الدليل، ليس عنده دليل، هذا هو الذي اختلف العلماء فيه، الجازم. أما الشاك أو الظان فلا خلاف في عدم صحة إيمان، خلاص كده. وهنا المراد إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، يعني كيف إيمانه كيف جزمه، ومعنى هذا يقول لم يخلو، يعني معناها إذا معناها المراد به بالقوة وليس بالفعل، يعني هذا الجزم الذي هو جازم به مع أنه ليس هناك شك، ليس هناك تردد، لأنه جزم. لا يسمى جزما إلا إذا كان ما فيهوش تردد أو شك، لا يقبل. إذا قبل التردد أو الشك لا يسمى جزما ولا يسمى تصديق ولا إيمان. فكيف يقول لم يخلو، يعني
معرض أو مهدد بالشك عندما تعتريه أدنى شبهة، يعني معناها من بالقوة مش بالفعل. ليس المراد أنه إيمانه مصاحب للشك، لأنه لو كان مصاحبا للشك أو ممتزجا به شك فهو مردود، إيمانه لم يخلو من ترديد. المراد بالترديد أو التردد يعني التحير، خلاص كده، يعني إيمانه لم يخلو من من حيرة. قلنا القول الأول عشان بس في إخواننا اللي ما حضروش بنراجع بسرعة دي. وكده فأنتوا قاعدين في الوقت الضايع، خلاص يعني بقى هنبدأ. نعم الشك ده يأتي من الشبهة، يعني هي سبب الشك انه في شبهة، الشك ده حي كده يعني لابد يكون في سبب له. ما هو السبب؟ هو ورود الشبهة، جات له شبهة، في شبهات قوية ممكن تنسف إيمانه بالمرة. لسه يعني هنا الاختلاف، هنا الأقوال التي ذكرناها أو سنعيدها في مين؟ في المقلد الجازم. أما المتردد لا خلاف في عدم صحة إيمانه، لأن الإيمان جزم، خلاص كده؟ هنا قلنا جزم، سمناهوش يقين، لأن اليقين ده علم، خلاص كده؟ قلنا إيه جزم، يعني تصور مصدق، واضح ولا مش واضح؟ وذكرنا الأقوال، كان قول ستة أقوال، القول الأول بتاع أبي هاشم الجبائي ده رئيس المعتزلة، أما نسبته إلى أبي الحسن الأشعري كذب، وبعضهم صحح نسبته إلى أبي الحسن لكنه رجع عنه، بعضهم قال قاله الأشعري هو إمام أهل السنة ولكنه رجع عنه، يعتبر لم يقله أو أنه افتري عليه واحد، النتيجة أنه ليس منسوبا إليه. إذ إيمان، خد بالك هنا برضو في أشياء مهمة، قلنا الخلاف في مين؟ في المقلد الجازم، والخلاف في حكم المقلد فيما بينه وبين الله، أي في الآخرة. أما في الدنيا فإيمانه صحيح، ينعقد نكاحه، وإذا مات يدفن في مقابر المسلمين، وكذلك إذا تزوج ويرث ويورث، يعني الأحكام الدنيوية تجري عليه. أما الخلاف في الآخرة، هل هو ناجٍ أم لا؟ أما في الدنيا لا. ليه؟ لأنه لما كان يجي واحد يظهر الإسلام ما كانش يسأل هل أنت مقلد، هل عندك دليل؟ لا، يبقى لا خلاف في صحة إيمانه بالنسبة لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن الله تعالى يقول، هات الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. مقلد غير مقلد، حكم القرآن بصحة إيمانه، هو أشققت عن قلبه. أما الخلافين، هل هو في الحقيقة في الدنيا؟ خلاص طالما أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فلا خلاف في في أنه مسلم. أما الخلاف ده فين؟ قال لك في الآخرة، وليس فين؟ في الدنيا. واضح كده؟ وجبنا الآية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة. القول الثاني هو أن إيمان المقلص صحيح، إيمانه صحيح يعني جزم تصديقه صحيح، إلا أنه عاص لترك النظر مطلقا. بعضهم قيد في القول الثالث، وهنا أطلق، يعني هو عاصي مطلق سواء كان عنده أهلية أو ما عندهش أهلية، يعني هو على أي حال كان لابد أو واجب عليه النظر، فترك الواجب هنا مش كفر ولكنه معصية، سواء كان عنده الأهلية أو ما عندهش أو ليس عنده أهلية.
وبعضهم قال لا، إذا لم يكن فيه أهلية للنظر فلا عصيان، ليس إيه؟ ليس بعاصي. القول الثالث أن إيمان المقلص صحيح، وهذا القول اللي هو الثالث هو ده إيه؟ أولى الأقوال وأصحها وأقربها إلى الصواب، اللي هو إيمان المقلد صحيح، إلا أنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر وكان متمكنا من المعرفة. القول الرابع قلد معصوما في السنة، هو هنا قالوا إن قلد معصوما، عللوا ذلك بعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. ما ممر الآن دلوقتي حاليا إن قلد إيه؟ معصوما. هنا العصمة، أو أنت قلت يعني حاجة مهمة جدا، نصوص القرآن والسنة، القرآن ده متن، يعني نص في متن، تمام كده، وفي شرح وفي فهم، يعني للنص ده له فهم، فالعصمة للنص وليست للفهم. يبقى احنا الآن دلوقتي المسألة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالفهم. وأحيانا لو فهم ظاهر النص زي الوجه واليدين والتجسيم والتشبيه هيكفر، يبقى كيف يبقى إن قلد إيه؟ معصوما. إن قلد معصوما كالقرآن، القرآن معصوم يعني معناه لا يأتيه الباطل، النصوص قطعية يعني محكمة من عند الله لا شك فيها. طب والسنة ليست كلها ايه؟ قطعية. يبقى المراد السنة المتواترة، مش كل السنة، الآحاد ده فيها كلام ممكن نذكره ايه بعد المغرب، الكلام في ايه قبول السنة ايه اللي هي أحاديث آحاد، هل يقبل في العقيدة أو ايه أو لا. يبقى إن قلد معصوما كالقرآن والسنة الايه المتواترة، لأنه غير المتواتر ليس بقطعي، وإلا فهو عاصم. وقلنا العلة هي إيه؟ لماذا حصروها في المعصوم؟ عشان غير المعصوم لا يؤمن عليه من الإيه؟ من الخطأ. اعترض الشيخ العلامة الإمام السنوسي على ذلك بأنه، قلنا قالوا كده قول، وعايزين نبحث مين اللي قال الكلام ده، مين اللي قال القول الثالث، ممكن نعزو الأقوال إلى أصحابهم، في قول المعتزلة، في قول أهل السنة، في قول السنوس، في قول الأشعر إلى آخره. لكن إن قلد معصوما، لو بحثنا عن نسبة هذا القول نجده في الحقيقة منسوب لمين؟ للحشوية، هم اللي قالوا كده، هم بياخذوا بظواهر النصوص، فعشان كده وضعوا هذا القول. وشوف التلاعب، التقليد القرآن والسنة فيهم عصمة، السنة المتواترة، لكن هل فهمهم للكتاب والسنة فيه عصمة؟ لا. هنا هي في خداع خفي، لذلك موجود. لكن الإمام السنوسي اعترض، قال شوف اعتراضه، بيقول إذا عرف حقيقة ذلك، يعني لو عرف حقيقة هذه النصوص وما يؤخذ منها من العقائد، يبقى هذا ليس مقلدا، دري الفاهم، وعايز عرف النصوص وما وما يؤخذ منها وما يستنبط، يبقى ليس مقلدا. لا، وإن أخذ بظواهرها زي ظاهر الوجه كده، فأثبت أن لله تعالى وجها مثلا أو يدا أو إلى آخره، فهذا كفر. ولذلك حتى السنوسي نفسه جعل أصول الكفر كام؟ سبعة، وجعل منها الأخذ بظواهر النصوص، وأيضا من أصول الكفر التقليد الرديء، مش التقليد الصحيح. يبقى إذا قال كده، إذا عرف حقيقة ذلك فليس بمقلد، خلاص. وإذا أخذ بالظاهر كده بدون شيء، يبقى معناها ده كفر. وهذا القول صحح نسبته لمين؟ للحشوية أو للحشوية، إما بسكون الشين أو. وطب هنا عاوزين نعرف هنا، في
في عنده في هنا السنوسي حط ايه شرط، ان عرف يبقى مش مقلد، واذا اخذ بالظاهر يبقى كافر. وذلك السنوسي برضه قال في الكبرى انه ايه ايمان المقلد غير صحيح، يعني قال بعدم صحه ايمان المقلد، وده القول اللي في الاصل منسوب للامام الاشعري، لكنه اما رجع عنه او انه مكذوب عليه. لا، وجه صحة إيمانه إيه؟ لا، وجه صحة إيمان الآخذ بالإيه؟ بالمقلد للقرآن والسنة. إيه وجه صحة إيمانه؟ مش إحنا قلنا التقليد معناه إيه؟ الأخذ بقول الغير من غير دليل. إنما لما قلد القرآن والسنة، والقرآن والسنة دي أدلة ولا مش أدلة؟ أدلة سمعية، لكن إحنا المراد بالدليل اللي هو بتاع النظر دليل عقلي، فكأنه استند إلى دليل في الجملة، وده دليل، دليل سمعي، بدليل أن من قال له الرسول أو قلد قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إيمانه صحيح، وقوله حجة أو قوله فيه إيه؟ فيه دليل. يبقى وجهه صحة إيمانه أنه استند إلى الدليل السمعي، وإن لم يكن الدليل السمعي معولا عليه، ولكنه دليل في الجملة. دليل ولا مش دليل؟ بس هو الدليل اللي عليه التعويل هو الدليل العقلي، كما اكتفوا. شوف كده قلنا أن هو قال هنا حسبوا دليل، لأنه دليل في الجملة، لكن مش هو الدليل الأساسي أو مش هو الدليل المعتمد، فكأنه هنا خرج من الإيه؟ من القيد، قال أن يأخذ بقول الغير من غير دليل، لكنه هنا أخذ بدليل، إذا خرج عن التقليد في الجملة. نعم. يجي بعد كده قالوا إيه؟ قالوا كما أنه يكتفى في الخروج من التقليد بالدليل الجملي. ده لو عنده دليل في الجملة زي الأعرابي كده لما قال البعرة، دليل إجمالي، يعني معناها يعجز عن إيه؟ دفع الشبه، ولا يعرف وجه الدليل. يعني إنسان سألته عن دليل على وجود الله فقال لك هذا العالم، فلو سألت ما جهة وجه الدليل، الإمكان أو الحدوث، لا يعرف، لأن العالم ده يدل على وجود الله من طريق الإمكان أو من طريق الحدوث أو من الطريقين معا، أو الإمكان بشرط الحدوث، لكنه لا يعرف وجه الدليل. إذا معناه عنده إيه؟ عنده دليل إجمالي، الدليل الجملي. إذا يخرج من التقليد ولو كان عنده دليلا وعلى هذا الأساس يخرج عوام المسلمين من كونهم مقلدين، وهذا ما قاله الماتريدي، قال عوام الأمة مؤمنون عارفون لا مقلدون، لأن عندهم أدلة إجمالية. أما مين هو المقلد؟ إذا كان خاص قال لك افتراض، يعني قال لك لو واحد في شاهق جبل كده ولا عرف ثقافة ولا جاء، ويا له إنسان مثلا فقال له مفروض عليك من اللعب، واحد كده مقطوع في جبال كده قاعد بين غنم وبين كذا، ما فيش لا إذاعات ولا جرائد ولا صحف ولا غير الأعراب والبدو والرحل، فجاءه رجل فقال له مفروض عليك الإيمان، مفروض عليك كذا كذا، فصدقه دون ذلك. هذا هو المقلد، إنه ما عندوش دليل أصلا لا إجمالي ولا تفصيلي. يبقى إذن يخرج من التقليد بدليل ولو في الجملة، والدليل الإجمالي هو إذا اعتراه شبهة لا يعرف دفع ولا يعرف وجه الإيه؟ وجه الدليل، لكن كده في الجملة اسمه دليل. يبقى معنى كده اللي قلد القرآن والسنة استند إلى دليل ولا ما استند شيء؟ استند إلى دليل. إذا كان الدليل الإجمالي اللي هو ما عرفش فيه حاجة قبلناه، إذا الأدلة السمعية ما نقبلهاش، لكن في شرط هنا إنه ما يقعش في الإيه؟ في التجسيم أو في التشبيه.
لأن الأخذ بظواهر النصوص عدى إتمام السنوس من أصول الإيه؟ من أصول الكفر. نعم. ما أيوة إحنا كده، ولذلك هنا شو كده يجب في ملاحظة كده هنا نفهمها، إنه قطعية الكتاب الكريم القرآن الكريم والسنة المتواترة بالنسبة لمتنه يعني لنصه، والتقليد في إيه؟ في المدلولات، والمدلولات دي تحتاج إلى فهم الإنسان الذي يستنبط أو يأخذ بنصوص الكتاب والسنة، وفهم الإنسان لا يؤمن عليه خطأ، يعني يؤمن عليه أنه يفهم إيه؟ خطأ ويقع في إيه؟ في المحذور. إذ كل من قلد في التوحيد يعني في إيه؟ مش في الوحدانية، في علم العقائد وإن كانت متعلقة بالسمعيات أو بالرسل، يعني في الباب كله في العقائد كلها، وليس المراد في التوحيد بخصوصه. إيمانه يعني جزمه أو تصديقه لم يخلو إيه؟ من ترديد يعني من شك أو تردد أو إيه؟ أو تحير. إذا خلاص كده دول كم قول؟ ستة أقوال قلناهم. واعلم أنهم اختلفوا في الإيمان. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعلم أنهم اختلفوا في الإيمان، فقيل هو المعرفة، ورد ذلك بأن كثيرا من الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع أنهم كفار. يعني هنا بيقول لك الإيمان هو المعرفة، مش كده؟ لكن مش مجرد المعرفة، المعرفة مع الإيه؟ مع الإذعان، لأنه قد يجتمع، خد بالك، المعرفة إذا يعني يكون معاند، ها، والمعاند عارف ولكنه ليس بمؤمن مجاهد، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، فيجتمع الجحود مع إيه؟ مع المعرفة، لكن لا يجتمع الإيه؟ الإنكار مع المعرفة. خلاص كده؟ يبقى هنا المعاند عارف ولكنه ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل هذه المعرفة عدها الله إيمانا؟ لأن هذه المعرفة ليس معها إذعان، ليس معها إقرار، ليس معها امتثال. ضربنا مثل زي ما واحد مثلا كان ينافس زميله، ده عاوز يطلع الاول وده عاوز يطلع الاول، فلما تعلن النتيجه لا يستطيع الايه؟ الانكار، خلاص يذعن، يعني وصلت، لكنه ايه؟ لا يسلم بذلك. فالايمان عاوز ايه؟ اذعان، وعاوز تسليم، وعاوز امتثال. ولذلك هذا مشار اليه، هنتكلم عنه، هنجيبه منين؟ من اي مكان. فلو كانت المعرفة تستلزم الإيمان لكان كل من عرف أن الله واحد ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله مؤمن. يعني افهم هذه المعرفة لا تستلزم الإيمان، إنما اللي يستلزم الإيمان التصديق. يبقى لو كانت المعرفة تستلزم الإيمان لكل من يعرف أن الله واحد وأن محمد رسول الله مؤمن، والكفار اليهود يعرفون ذلك ولكنهم ليسوا مؤمنين. طيب ليه؟ لأنهم ليسوا مذعنين، لأن الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى ثم لا يجدوا في أنفسهم، ده إيه؟ الإذعان والإقرار وبعدين والتسليم. وليس كذلك، وهذا القول مكذوب على الإمام الأشعري رحمه الله، وقيل هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي قول النفس. أيضا الإيمان بعضهم قال إن الإيمان هو المعرفة، لكن هذا يعني بعض نسب هذا إلى الإمام الأشعري وهذا مكذوب، لأن المعرفة لا تستلزم الإيمان. القول الثاني الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة، يعني معناها معرفة وبعد المعرفة حديث. إيه معنى حديث نفس؟ يعني قال لك حديث النفس يعني انقياد النفس، كأن النفس تحدث نفسها بهذا الإيه؟ بهذه المعرفة وتقبلها وينشرح الصدر لها ثم تعيش إيه؟ معه. هو ده حديث النفس. والله تعالى يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، أو ده حديث النفس حرجا، يعني وهو يحدث نفسه لا يجد حرج من أنه يعلن هذا
ويتفاخر به ويقره ويدين به أمام الناس ثم لا يجد في أنفسهم. وهذا حديث النفس حرجا مما قضيت وإيه ويسلم. هذا التسليم هو معنى التصديق الشرعي بخلاف التصديق المنطقي. فإن المعاند عنده إيه تصديق منطقي لا تصديق شرعي. إذا جماع الجاحدين كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. فيجتمع التصديق بالمنطقي ده مع الإيه مع الجحود ولكنه لا يجتمع مع التصديق الشرعي. أن التصديق الشرعي لا بد فيه من الإذعان والتسليم. أما التصديق المنطقي عبارة عن إدراك النسبة يعني هو أدرك عارف زي ما يقول لك أنا عارف أنه نبي بس مش حق لا أؤمن به. عارف أنه عالم بس مش حقبل منه. أهو معناه جسم ده إيه تصديق منطقي يعني في علم المنطق لو إدراك نسبة بين إيه إدراك النسبة أو إدراك إنما إدراك بين مفاهيم ده تصديق منطقي. وفي تصور في إيه وفي تصديق تصورات والتصديقات. فإذا التصديق المنطق ده يجتمع مع إيه ها مع العناد. إنما لا يجتمع معه التصديق الشرعي لأن التصديق الشرعي معناه التسليم يعني سلم وحدث نفسه. ده التعريف الثاني. الإيمان هو إيه حديث النفس يعني انقيادها وقبولها وإذعانها وهو المشار إليه بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. ولم يقل حتى يعرفوا أن حتى إيه يحكمك يعني ينزل على حكمك ولا يجد في أنفسهم حرجا من ذلك ويسلم وينقاد ويذعن له. وقاش بدأ تصديق إيه تصديق شرعي. أما التصديق المنطقي هو مجرد المعرفة اللي خالية من الإذعان والتسليم. ولهذا يجتمع بعد الصلاة إن شاء الله. حاصل الأقوال اللي فيها خلاف ستة نعم. عدم صحة إيمانه يعني إيمانه غير صحيح فيكون كافرا وعليه يعني كان عليه من الإمام له السنوسي الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه إيه تحليل النظر وإلا فلا. والأقوال الباقية كلها لا تخرج عن ذلك. وذهب إلى صحة إيمان المقلد برب تعرفوا مين من الأئمة ذهب إلى صحة إيمان المقلد الإمام أبو حنيفة عند الأحناف المقلد إمام الصحيح وأيضا الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر والمتقدمون من متكلمي أهل الحديث والحارث المحاسب والكرابيسي
الإمام الجويني وغيره. وذهب قلنا الإمام الأشعري شيخ الأشعري إلى أنه لا يستحق يعني كافر، ولكنه رجع عنه أو القول مكذوب. والإمام الماتوريدي استهل كتابه لكتاب مشهور اسمه كتاب له التوحيد، استهل هذا الكتاب بإبطال التقليد، واستدل على ذلك بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في زمان فيه تقليد في أمر له الدين، حيث دعاهم إلى ترك التقليد واتباع الحجة، وذلك التقليد له المذموم. وكذلك ابن حزم عند الظاهرية على غير أو خلاف ما قال ابن حزم. ابن حزم قال إن التقليد لا يحل البتة حتى عنده في الفروع كل، ولكنه قال رجع ثاني وقال لو قال المقلد إنما نتبع في الدين آباءنا، في كلام ابن حزم لو قال المقلد إنما نتبع في الدين آباءنا أو إيه كما قال تعالى عن الكفار قال ربنا أطعنا سادتنا أو قال نتبع كبراءنا ولو تركوا لتركنا لكانوا كفارا، يعني وضع قيدا مهما اللي هو حققه الإمام من السبتي، قال بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد. فهذا القول اللي فيه التحقيق وبعضهم حقق فيه ليه الكشف اللي هو الإمام مين تاج الدين ليه السلطة. بس سنتيجة ولا يعني من قطع بقول المقلد حتى لو رجع لم يرجع عند ذلك سبتي والدين أيها بحيث لو رجع المقلد أنا بقلد واحد في الإمام في الحق يعني هو رجع فأنا رجعت معه، هو ده اللي قصد ابن حزم قال بيقول كده نقلد آباءنا أو كبراءنا لو قال المقلد إنما نقلد في الدين أو في العقائد أو في العبادات إلى آخره، نقلد آباءنا وكبراءنا بحيث لو رجعوا رجعنا أو لو تركوا تركنا، إن هذا هو الإيه الكافر. إنما إذا رجع المقلد لم يرجع هو فهذا ليس به ليس بكافر، حتى عند مين؟ حتى عند ابن حزم. والغزالي الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه قال الأصل هو الاعتقاد الصحيح، هذا كلام الغزالي كلام العلماء، قال الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم، يعني أصل في الإيمان هو أن يكون الاعتقاد صحيح وأن يكون التصديق جازما يعني ليس فيه تردد ولا شك، وهذا حاصل بالتقليد، فعليه إيمان المقلد صحيح. يعني مش الأصل أنه يكون عقيدة صحيحة ويكون جازم بها، طب ده هذا حاصل، هذا القدر حاصل بالتقليد أو ليس بحاصل؟ حاصل. يبقى كده عند الإمام الغزالي وعند أبو حنيفة وعند مالك والشافعي وعند ابن حنبل والظاهر والباطن كله إيه صحيح إلا أقوال إيه يعني ذكر. وذكر ابن حجر رضي الله عنه عن بعضهم وحيأتي الكلام بعدين أنه أنكر وجود قصة ثانية كمل لنا كده عنه. ولكن قال المصنف إن هذا تعريف للإيمان الكامل. إيه اللي هو إن هذا الضمير يرجع إلى إيه؟ حديث النفس. حديث النفس التابع للإيه؟ للمعرفة. عاوز يقول لك يعني ده الإيمان الكامل. إنما المقلد ما عندوش إيه؟ عنده حديث النفس وعنده الجزم لكن ما عندوش معرفة. ومعنى كده هذا إيمان غير أنه ليس هو الإيمان الكامل. يعني الإيمان الكامل لو يكون عن علم، ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى فاشهد، يعني اشهد يعني اعتقد، ولم يقل قل أو لم يقل صدق، وإنما قال فعل. يبقى إيماننا أو ديننا علم، مش قل هذه سبيلي تعالوا اتبعوني بس ما تلقوش كده عمي كده على بصيرة، إذا عارف رايح فين وجاي منين وعرفنا انا ايه ده على ايه على بصيره انا ومن اتبعني. فهذه ادله واضحه يعني العلم. ومن اتبعنا حديث النفس التابع للجزم، مين حديث النفس التابع للجزم
يجيش الحديث نفسه مع الجزم، الجزم ساكن حجر كذا، الحديث ياتي مع المعرفه يجيش معه جازم يعني ساكن. ده انت لما جبت يتحدث انه حتى حيتطرق ليه ليه؟ التردد والهنا والموضوع اللي احنا خايفين منه، احنا مش عاوزينه ده يحدث نفسه، ده يسكت يسكت احسن. لانه لو بدا يحدث هنا لو كان على غير علم عن غير دليل حيقع في ايه؟ في التردد والشك. فيقال حديث النفس التابع للمعرفه مش التابع للجزم. التابع للتقليد ايمان الا انه غير كامل، او يقال انه تعريف لاصل الايمان ويكون جاريا على احد القولين المتقدمين في المعرفه. وهذا القول للامام الاشعري وابي بكر الباقلاني وابي اسحاق الاسفرايني وجمهورهم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: اقسام الايمان خمسه. قبل اقسام الايمان كده يبقى الخلاصه عندنا ايه؟ ثلاثه طرق، تمام كده؟ في الاول هلا هندخل الان دلوقتي الموضوع الايه؟ البيت اللي بعده اللي هو ففيه بعض القوم يحكي الايه؟ الخلفه. ثلاث طرق اللي هي ايه؟ موجبه للنظر، النظر ايه؟ واجب. لأنه هو الموصل أو لا يتوصل إلى المعرفة إلا به، وما لا يتم يعني كلهم أجمعوا على وجوب معرفته تعالى، والمعرفة لا تتم إلا بالنظر، فالنظر واجب. وذلك بيقول هنا إيه؟ ثلاث طرق. الطريق الأول إيه؟ يوجب المعرفة، وفي طريق يحرمها، يحرم النظر، مش في طريق يوجب النظر، وطريق يحرم، والطريق الثالث ايه؟ يجوز. لذلك اللي قال النظر ده شرط كمال، يعني معناها ايه؟ معناها ليس بواجب، يعني جائز. ما دام قال شرط كمال يبقى معناها النظر عنده جائز. يبقى عندنا ثلاث طرق انحصرت: طريق يقول النظر ده ليس ايه؟ واجب، يبقى معناها شرط جائز، شرط كمال، وطريق يوجبه، وطريق يحرمه. بس على مين؟ على الخواص اللي هم اهل الكشف، اللي هم اللي عاينوا الحقائق، كيف يستدلوا على شتان بين من ايه؟ يستدلوا به وبين من يستدلوا عليه، ده المحجوب، ده اللي عاوز، متى غاب حتى يحتاج الى ايه؟ دليل، ومتى حجب حتى تكون الاثار هي التي ايه؟ هل يكون لغيره تعالى من الظهور ما ليس له حتى يكون هو المظهر للحق؟ هنا حرموا دول الجماعة، بس دول مين؟ حرموا على اللي بلغ ايه هذه المكانة او هذه المنزل، انما العائلين احنا يبقى كم؟ طريق ثلاثة: طريق موجبة للنظر، وطريق مجوزة، وطريق ولكنها كلها اتفقت على صحة ايمان المقلد. اللي يوجب النظر واللي يحرمه واللي يجوزه قال ايه؟ ايمان المقلد صحيح، وان كان اثما بترك النظر على القول الاول اللي هو بيوجب كده. اذا كلهم قالوا ايمان المقلد صحيح ولكنه اثما على القول الاول الذي يوجب الايه؟ النظر. طب وعلي بيحرموه ده فضيله لا، وعلى اللي بيجوزه خلاص الاسم منتفن الا على القول الايه؟ القول الاول. ومحل الخلاف، نكمل الاسم، ومحل الخلاف في غير النظر، الكلام ده كله كلام ده اللي وجب واللي يحرم واللي يجوز، في غير النظر الموصل لمعرفه الله، اما هو يعني الموصل الى المعرفه فواجب إجماعا. كما أن الخلاف لما قالوا في نظر واجب وفي نظر جائز، فهذا في غير الموصل للمعرفة، إنما اللي حيوصلك للمعرفة والمعرفة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا محل الخلاف في إيه؟ النظر إيه؟ ها؟ اللي هو غير موصل إلى المعرفة، أما الموصل ده إيه؟ واجب إجماعا. كما أن الخلاف زي ما قلنا
في حكم أو ما يتعلق بصحة إيمان المقلد من عدمه، إنما هو في من نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره غير معصوم بما يفترض عليه فصدقه. هذا هو محل الخلاف على التحقيق، وليس الخلاف كما يفهم بعض الناس في من نشأ في ديار الإسلام من أهل الأمصار والقرى والصحاري وتواتر عنده خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات، يلقى عنده كده شاع أمر النبي وتواتر وصدقه بهذا التواتر المقطوع به وبإجماع الناس، فهذا في الحقيقة ليس ليس مقلدا. ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات، الواحد يبص كده يرى مثلا الغروب أو يرى حالة من حالات أو ظواهر الكون فيقول سبحان الله، فكيف يكون هذا متبعا أو مؤمنا بغير دليل؟ إلا محل الخلاف في المسألة اللي احنا ذكرناها، ليس في ديار الإسلام لما أجمعوا وتواتر عندهم هذا الأمر وقطعوا به. ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب من الذين يذكرون الله قياما. وهذه الآيات ليست خاصة بطائفة معينة دون طائفة، بل هي تشمل كل الذين يتفكرون وكل الذين يتأملون، فإنهم من أهل النظر والاستدلال، وإن كان بعضهم داخل في الأمر النظر والاستدلال التفصيلي ورد شبهاتهم أهل الاختصاص والعلماء، وإن كان البعض عندهم الدليل الجملي. يبقى واضح كده هنا؟ مولانا ماذا كنت تريد؟ كنت أصدر مولانا يعني كيف يجتمع النظر والتفصيل، النظر لا يكون التفصيل. مين؟ النظر لا يكون التفصيل. احنا بنقول ما احنا قلنا اجتماع النظر مع التفصيل. ينظر قلنا طالما دخل في النظر انه خرج من الايه، لكن الطرق دي كلها اللي قال بايجابه وقال بتحريم وكله متفقوا على جواز لا مش جواز على صحه الايمان، متفقوش على جواز، منهم قال بوجوبه ومنهم من قال بحرمته، لكنهم مع ذلك قالوا ايمان المقلد صحيح، ولكن بعضهم قال مع الاثم او مع العصيان، وبعضهم قال لا يكون آثما، لأن المراد زي ما قال الإمام الغزالي هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم، وهذا حاصل بالتقليد. فيكفي أو لا يكفي؟ تعوزيه أكثر من أنه رجل يعتقد عقيدة صحيحة وفي نفس الوقت على جزم بها. أنت تقول فرض أو فرضنا انه حيقبل التشكيك، لكنه الحمد لله ما فيش يعني لازم نشككه عشان نشوف هيشكك ولا لا، ده مساله افتراضيه يعني هو في الواقع جازم كون يقبل التشكيك. لما يا اخي انت الان يعني تضامن نفسك انك يعني ما تكفرش او اختم لك بالايمان يعني عشان جالك منين؟ ده ممكن العارف نفسه يفسر، العارف مش هذه مساله بيد الله سبحانه، ما نقولش احنا ما نفترضش، لكن ده تعريفات علميه، فلا نقول شيئا يعني جزما رجما بالغيب. جملة مولانا نقول وجوب النظر اجماعا في لمعرفه الله عز وجل. وجوب النظر اجماعا في العلم الموصل لسه جاء هذا باب المعرفه لسه لم نصل اليه. يبقى اذا لا يعرف كده لا يعرف. اخذنا كل ائمه الاسلام ذكر ابو حنيفه ومالك والشافعي والغزالي كده، وما تريدي ذكرنا كله. فلا يعرف القول بعدم صحة إمام المقلد إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة على التحقيق، يعني مش كل المعتزلة، أبي هاشم مين؟ الجبائي. أبو الحسن الأشعري رجع عنه أو لم يقله، والسنوسي قد يكون قصد اللي هو ما عندوش دليل أصلاً يخرج عام التقليد. يبقى إذن ما فيش قول على التحقيق إلا مين؟
أبو هاشم الجبائي وأبو منصور الماتريدي بيقول أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار. وطبعا مهما كان الإنسان حتى العجائز في نيسابور أو في الصعيد أو في أي مكان تجدهم يعني رغم أنهم عجائز يعني ومع ذلك لا ليس عندهم عجز عن تقليد دليل في الجملة الذي هو معجوز عن دفع شبهه وعن معرفة جهته. فما كمل. قال ابن عربي رحمه الله تعالى أقسام الإيمان خمسة: إيمان تقليد وهو من أخذ العقائد عن شيء وجزم بها من غير معرفة دليل، هذا التقليد. وإيمان علم وهو معرفة العقائد بأدلتها وهذا من أهل علم اليقين. وكلا القسمين صاحبهما محجوب، يعني عاوز يقول لك يعني ما وصلش للدرجة اللي والحجب هنا مش معناه مذموم، يعني معناها محجوب عن المنزل الأعلى، مش محجوب يعني كافر أو مطرود، لا. وإيمان عيال وهو معرفة الله بمراقبة القلب، فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين، بل هيبته في قلبه كأنه يراه، وهو مقام المراقبة وعين اليقين. ونقل عن سيدنا الإمام الشاذلي رضي الله عنه قال: لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عددت نفسي من المسلمين. والمراد مش الحضور الحسي، يعني لو غاب عني في أي سلوك أو في أي معنى أو في أي قول أو في أي فعل ما عددته، وفي كل شيء يعني قدوته وحاله مع، مش مراد انه بعض الناس يفهمها يعني معناها حاضر دائما مع رسول الله والحضور، لا ليس هذا المراد، وانما حضوره في ايه؟ في اقواله وفي افعاله، فلا يغيب عنه في اي تصرف ملاحظه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الايه المراد، عشان ما نحملش اقوال الصوفيه على غير محملها. واضح كده؟ وهذا القول طبعا يعني يسلمون به. حق الفضل عليهم وأن فيكم رسول الله. قول فإيمان التقليد عرف الإيمان قال ما هو الإيمان لازم يكون جزم، وقلنا الاختلاف يكون معنا أن الاختلاف ده في الإيمان المقلد الجازم الجازم، أما لو وجد واحد مقلد ولكنه شاك، إيه معنى شاك؟ قال لك والله في أديان كثيرة، في دين للمسلمين ودين للنصارى ودين لليهود، تمام، وانا مسلم بس الله اعلم مين اللي على حق. يقول لك انا الحمد لله مسلم بس الله اعلم مين فينا على حق، يعني معناها بيجوز انه يكون الحق في طرف مين؟ في طرف اليهود او في طرف النصارى. يبقى معنى هذا ليس بجازم، الجزمه مش معترف به خالص. يعني اسمع اسمع اسمع، لما انت يكون ايه عندك دليل قطعي تمام كده ما تقبلش التشكيك، لكن انت خدت كلام ثقة وجزمت به لكن ما عندك دليل عليه الا انك واثق فيه فقط، فجاء واحد قال لك كلام فلان ده صحيح بكل حمد 100%، اللي عرف ان الجازم بايه بان بصحة كلامي او بصدقي، فجاء وقال لك متى قال لك هذا الكلام؟ كل الساعة مثلا واحدة بعد الظهر، قال لك لا يبقى مش هو، ده واحد شبهه، يعني ده هو انا كلمته، قال اصله في الوقت ده بالذات كان معاي في بلد ثاني ويستحيل يكون هو اللي معك، رحت انت بدأت الشك، يبقى كده لا، يبقى انت كده هنا ايه جازم، ولكن جزمك قبل الشك، بخلاف لما تكون باني كلامك على معرفة وعلى أدلة لا يقبل الشك. يعني ربنا وصف ناس بأنهم على يقين، واليقين ده ما يقبل ما يشتنقش، اليقين لا يزول ايه القاعدة معروفة حتى اليقين ولا يزول بالايه الشك، ده اليقين، إنما الجزم يزول، لأن الجزم ده مش يقين، في جزم وفي ايه وفي يقين الجماعة. ايوه تمام، يعني الجزم اللي هو عن دليل اللي هو اليقين، والجزم اللي هو عن غير دليل اللي هو الجزم اللي هو يقبل الشيء. نعم.
ولذلك في حاجة تانية أعلى من اليقين اللي هي الرسوخ، يعني الراسخون في العلم. إذا سماه راسخ ليه يقول لك الجبل راسخ؟ إيه معنى راسخ؟ يعني لو حبيت تزحزح الكرسي ده، الكرسي ما يتزحزحش، لكن ممكن تقعد تزحزح فيه يتزحزح، إنما الحائط ده لا، راسخ إنه فيه إيه؟ اللي رسوخ زي الجبل. فليك سمى الله تعالى العلماء اللي هم الكبار الراسخون في العلم، بحيث لو انه قبل جبل يتزحزح من مكانه على فرض، يعني هذا يقبل ان يتزحزح عنه. ففي مراتب حتى في اليقين، في علم يقين، وفي عين اليقين، وفي حق اليقين، حتى اليقين في مراتب، لكن كله ايه؟ يقين. والظن برضه في مراتب، في ظن راجح وفي ظن مرجوح وفي متساوي. المتساوي ده يسموه ليه الشك، واللي هو راجح يسموه ايه؟ لا الراجح الظن، والثاني الوهم. الفرق عن 50% هو و 50% مش هو ده اسمه ده الشك، انما 70% و 90% ده اسمه ظن راجح، انما 10% 20% احنا ناقصين، اما 99% مش نافع. ينفع لا، لو كانت هذه يعني كده نزل شيطان كده، ده اسمه ده ذلك صريح الإيمان، من الشيطان يوسوس له، فبدون كده روية أو روح يندفع كده فيقع في الشك. حتى في الحديث موجود، فقال الصحابة إننا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نصرح، يعني واحد يستعظم أن يقوله. قال أو قد وجدتم؟ فبقوا كما تسفين. قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، لأنه جاءت الحاجة وطار، يعني ماشي بسرعة، إنما الشبه اللي بتستقر وتبقى هي بتمثل حاله أو صفة هدى، لا من حاجة بسيطة كده لقش الدرج وراحت، بخلاف الشيء اللي ثابت عنده وليل نهار يقول فيه. يعني واحد مثلا يفرض قالها كده في لحظة كده، يعني كده فيش كده، أو كان مثلا شارب حشيش وقال حاجة مثلا، بخلاف لما يكون إيه دايدا وكده ودائما في المجالس يقول لك والله انا مش عارف مين اللي على حق، ده يبقى معناها ده مش ايه؟ مش نزغ ده او مش وسوسه، ده حاجه صفه ثابته له. انما اذا كان انا في لحظه كده من اللحظات تراني ضعف او غلب علي الشيطان وعملت زي كده ثم تعاظمته او استعذت بالله او رفضته، ده خلاص ولا الايمان. مش هو حديث النفس التابع للمعرفه؟ ده انت نفسك رافضه مش قابله، انما الثاني مبسوط فيه مرتاح، وما زال الرجل بيبحث في المساله واحنا على حق ولا هم اللي على حق. اه ذلك، ومع ذلك يقول لك انا خليني مع المسلمين الان لحد ما اشوف مين. والله لو ظهر عندي انه النصارى بس الان حاملين حقد من غير دين لحد ما ابحث في الموضوع. اقول لك انه كده لازم. ولذلك هي المساله، شوف مره روي ذكر في بعض الكتب انا قراتها اظن بين ان واحد اراد ان يتثبت من صحه الايه الاديان الموجوده دي، او يشوف مين اللي فيه. فيعمل ايه؟ لجأ الى حيله، هو اظنه من الفرس جماعه دول اللي مستحيلين. فعمل ايه؟ هو طبعا مجوسي او بعيد عنه، فقال الاديان الموجوده اللي هو كل منها يدعي انه دين سماء، اليهوديه والمسيحيه والايه والاسلام. فأول حاجة عمل إلى اليهود، راح عند الجماعة وراح لهم في أماكنهم الكنس أو الأماكن العبادة، وكان خطاط يكتب خط جميل، فكتب نسخة فكتب إيه أوراق من التوراة أو نسخة من التوراة، خط جميل فيها وحسنها فيه، ولكنه دس فيها حاجات مش منها، وأعطاها لحاخاماتهم جماعة العلماء في الدين مش جماعة العوام، ففرحوا بها وشكروا عليها يمكن يدلوا مكافأة، ولم يكتشفوا ما فيها من ايه؟ محدش حافظ يوم التوراة، هيحفظيه وسيبيه، هيحفظ التوراة بتاع الدولة كل كلام نفسه، فمحدش حافظها، فبصوا فيها فما عرفوش ايه اللي دخل وايه اللي خرج.
عمل نفس الحكاية دي مع مين؟ مع النصارى. وراح لهم بنسخة من الإنجيل وكتبها فقبلوها وأجازوها قبولها عن المسيح أو يسوع حيكر مكرم لهم. وما عرفوش اللي دجل في كاتب فيها قرآن من جوة ففعل ذلك بالنسبة للقرآن. قال فلما يعني قبل أن أعرضها على علمائي بعض العوام رأوها معي فضربوني حتى كادوا يقتلوني. عوام وقالوا كيف تضع كل عمل إيه؟ ما كتبش آيات من عنده ده، بس جاء في آخر سورة الفتح راح كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كتب حاجة من ضمن ما يقوله حتى ما يشوفهاش غريبة أو ما يقولش محمد الشريف، لا جاب حاجة كده يعني تقبل. أو مثلا ما كان محمد يقول ما كان سيدنا محمد حاجة، شوف زيادة حاجة كلمة جميلة مش. ومع ذلك قال لهم نضع في القرآن شيء ليس منه. قال فعرفت أن دينهم هو الحق، إنه ما قبل حرف زيادة ولا حرف نقص. أو ده إيه؟ قطع وجزم وبدليله. نعم خرج. يبقى الإيمان أقسامه كام؟ خمسة. تقليد ماشي. والإيمان حق وهو رؤية الله بقلبه، هو معنى قولهم العارف يرى الله في كل شيء، وهو مقام المشاهدة وحق اليقين. شوف إيمان حق وإيمان حقيقة، ده أعلى كده. حتى في الحديث إن لكل أهل يعني في حق وفي حقيقة. بعض الناس يشجع يقرأ ما هو الحق هو الحقيقة، يقول لا إن لكل حق حقيقة. ده مرتبة ودي مرتبة. قال إيه؟ ما حقيقة إيمانك؟ ولم يقل له ما حق، إنه هو إيمانه حق، هو عاوز الحقيقة ليعيشها في هذا الحق. وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق على القلب، وإيمان حقيقة. أهو دول الحقيقة هم اللي حرموا الإيه؟ النظر دول. وهو الفناء لله. يعني شوف انت بتستدل ايه بالحق على الخلق، يعني بنثبت وجود العالم بوجود الله مش العكس. يعني النظر ده والأدلة العقلية ده انه نثبت وجود الله، احنا بنستدل على وجود الله بايه؟ بوجود العالم. انما هو الحقيقة لا مش كده، ده لولا الله تعالى ما وجد العالم. جاي شتاني زي ما قال ابن عطاء الله بين من يستدل به، يعني كده انت الصوفيه بيستدلون به وغيرهم يستدلون عليه. شوف كده لما قال سيدي ابي مدين التلمسان الله قل اجر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمال، بل كل دون الله ان حققته عدم على التفصيل. من لا وجود له قبلها كده ايه؟ واعلم والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. يبقى انت وجودك مرتبط بوجوده، ده بل هو الوجود الحق، هو الوجود الواجب. فكيف نستدل بالجائز او الممكن على الواجب؟ يعني لولا الواجب لما كان الممكن، وكيف نقلب الدليل؟ شوف كده واعلم بانك والعوالم كلها لولاه في محو من لا وجود لذاته من ذاته. فوجوده لولاه لولا وجود الله عين محال، يعني ما كان للعالم ان يوجد من ذاته، لان ايجاد الذات معناها نفي للخالق او نفي للصانع. من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عينه. فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا، على الحقيقة هالكا بحق في حقيقة، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. فانظر بعقلك أو بفكرك هل ترى شيئا سوى فعل من الأفعال؟ وانظر إلى أعلى الوجود وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال، تجد الجميع يشير نحو جلاله بلسان حال
أو لسان مقالي، هو ممسك الأشياء من علو إلى سفل ومبدعها بغير مثال. إذا في حق في إيه؟ وهو البلاء بالله عما سواه والسكر بحبه فلا يشهد إلا إياه. السكر مش بالخمر، نشوة الحب لذة، لأن نحن في لذة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها، الملوك اللذة بتاعتهم زائمة. فلا يشهد إلا إياه كمن غرق. يعني معناها مش معناها إنكار للوجود وإنكار للعالم، لا، ده هو السكر ده بالمحبة والتلذذ بها. شبه بمن غرق في بحر، واحد غرق في البحر فغرق مغموس في البحر جوع، فكيف يرى الساحل جوع ولم يرى له ساحلا؟ فهذا ليس له دليل ولا مدلول. ده قاعد جوع فالواجب على الشخص احد القسمين الاولين، واما الثلاثه الاخر فعلوم رباني. يعني بيقول لك الواجب عليك حاجه من اثنين، اما تكون جنابك مقلد وانت حر ترضيك بالمرتبه دنيا ارضيك بها خلاص، لكن هي ماشي، او تكون ايمانك عن علم واجب عليك. لابو الثلاثه اللي هو ايمان عيان وحق، وقال لك والله دي عد زي ايه علوم ربانيه، والله تعالى يختص بها من يشاء، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فوالله إن كان ليك مكان ربنا ده إنما واجب عليك يا تكون مقلد، يعني الواجب عليك أن تكون مؤمنا وإيمانك جازما، ولكن سواء كان عن تقليد أو عن علم ده موضوع خصك أنت، لكن طبعا عن علم إيه؟ الإيمان الكامل والإيمان الأعلى. أما الثلاثة الباقية فهذه إيه؟ محض يعني فضل ومنح إلهية يتفضل الله تعالى بها على من يشاء. قوله من ترديد أي تردد وشك وتحير، وقلنا المراد بكلمة ترديد يعني تردد وشك وتحير، يعني معناه في أن إيمانه يقبل ذلك وليس أن إيمانه ممتزج بذلك ومصاحب له، فلو كان الأمر كذلك فهذا الإيمان خرج عن دائرة القبول أصلا. واضح؟ يعني إيه معنى إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه، يعني جزمه، وليس المراد المعرفة، إذ لا معرفة عند المقلد، لا المعرفة عند الإيمان إلا عن علم. واضح؟ إيمانه يعني هذا الجزم لم يخلو من ترديد، يعني إيه؟ لا يخلو من أنه يقبل. يعني الفرق بين الذي عنده دليل هو العالم وبين المقلد الذي ليس عنده دليل، أن الأول إيمانه لا يقبل الشك ولا يقبل التردد إلا إذا يعني ربنا أراد حاجة ثانية، ما هم من الناحية العلمية والنظرية ما يقبلش إلا عنده دليل. أما الثاني يعني قريب من الشك، بحيث أننا لو أردنا واحد مؤمن عن علم وواحد مؤمن عن تقليد اثنينهم، هذا اللي هو عن علم لا يقبل التردد ما يقبلش الشك، أما الثاني اللي هو من غير علم ده يقبل. مش معنى أنه إيمانه نفسه في شك، ولو كان في شك في قابلية للشك، أنه لو كان فيه شك ده مش إيمان، ده الإيمان لازم يكون ليه جزم، ولكنه من غير دليل ثقة كده واثق في نظره. قال لك الناس دول إيه بصوا كده، واحد أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإيمان فآمن ولم يطلب دليل، فقالوا له للأعرابي كيف تصدق هذا الرجل الناس؟ قال أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. كل ما في الأمر قال لك ده الشكل ده شوف حاضر الكاذبين كده لهم الناس، ده اللي عنده بصيرة، ما عنده البصيرة عنده الكل صادق، ما يعرفش يميز بين مين، كل إنسان عنده صادق ما عندوش حد كذاب، أو العكس عنده الكل إيه كذابين. قوله
قال الناظم رحمه الله تعالى: ففيه بعض القوم يحكي الكلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة. فقال يبقى كده عرفنا الآن دلوقتي النظر شرط إيه؟ ها؟ شرط كمال. وذم الله تعالى التاركين له بل النظر ماشي. وهل النظر في الأدلة موضوع ثاني. لا، ومن الأدلة على إيه؟ على التقليد المطلوب في الإيمان الكامل، ها؟ مطلوب فيه العلم. نعم. مش فقط الجزم، أن الله تعالى قال إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني هل قال اعتقد ولا قال فاعلم؟ فعلا. وكذلك قال تعالى في سورة المدثر: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ولا يقول اللي قبله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن. ليستيقن، لم يقل ليؤمن أو ليستيقن، واليقين عاوز إيه؟ عاوز علم. يلا. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لنزل في الضيف. أي معنى كفى؟ يعني هذا كاف في صحة إيمانه، يعني هذا يكفي. كفى يعني كفاه، كفاه في العقائد، وهذا عند مين؟ عند أهل السنة، الإمام الأشعري وغيره. في إيه كفى؟ يعني كفى في إيه؟ ها؟ لا، معنا قلنا هنا هم في الخلاف في إيمان المقلد ده ليس بالنسبة لإجراء الأحكام وإنما بالنسبة للأحكام الآخرة. تمام. يبدأ يعني كفى هذا الإيمان اللي هو عن طريق التقليد عند أهل السنة في إجراء الأحكام الدنيا. إنه من حلقون كفى عند الله، إحنا شرفنا. نعم. يعني كيف نقول كفى؟ مش عرفنا إحنا لو كان كافيا وفي خبر بذلك ما كان وجد الخلاف من أصله. يعني كفى في إجراء الأحكام الدنيوية عليه اتفاقا، فيناكح، يعني إن خطب يزوج، وإن دخل المسجد حافظ القرآن نقدم، وما أغلب حافظ القرآن ما عرفش الأدلة حافظين وخلاص، ويأم وتؤكل ذبيحته، أغلب الجماعة الجزائرين في أذبح ماشي، ويرثه المسلمون ويرثهم. فأما في الأحكام الأخروية طبعا يكفي هذا الإيمان أيضا، بس إيه إن قبل الله أعلم يكفي في إيه؟ في أنه لا يخلد في النار إن دخلها، فلا يكون حكمه حكم الكافر، ولا يعاقب فيها على الكفر. يعني ممكن يعاقب على معاصي، على زنا، على آثام، لكن هل يعاقب على الكفر؟ لا، وإلا حيكون هذا الإيمان ليس كافيا. وهنا قال إيه؟ كفى. كفى بس بشرط إيه؟ لا، إن يجزم. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير، يعني يعني في الضرر. وش الضرر اللي هيقع عن الشك؟ كيف إحنا عندنا هنا عاوزين كمان نفهم؟ فقال إن يجزم لو مين؟ إمام السلكي. إن يجزم يعني مين؟ مش السلكي المقلد. إن يجزم بقول الغير. طيب إيه معنى إن يجزم بقول الغير؟ قالوا الجزم بقول الغير، الغير المقصود به الغير والمقلد، يعني اللي انت حتقلده. طيب كيف نعرف الجازم؟ قال في طريقة، طريقة سهلة. يعني أنا جازم بهذا القول بحيث لو رجعت أنت اللي أنا بقلدك أنا مش أرجع كده، أنا جازم. إنما والله أنا ماشي وراك، إن يمين معك يمين. لا أنا مش جازم كده، هذه لو أنك حترجع أنا حتبعك أيضا في الرجوع، أنا كده مقلد أعمى، مقلد كده حمار، لأن شايفك حتمشي في النار وماشي وراك. أنا ماشي معاك وأنت في طريق سليم وفي نور وفي أسفلت وماشي، لكن كده دخلت كده في مفاوز أو في أماكن خلاص ما تتبعكش. فقال إن يجزم بقوله، والجزم معناه إيه؟ أنه لو رجع مقلد لا يرجع هو، لأنه لو رجع يكون جازما. واضح؟ يعني بمعنى أفرض أنه كيف أنت هتسأل؟ كيف أن أنت بتقلد يعني شيخك؟ كيف إن رجع ما ترجعش معاه؟ ما المفروض ده شيخك، قال لك ما هو صح شيخ، لكن أفرض ربنا طمس بصيرته له أو ضل أو جن مثلا، هو إنسان عنده عقل بيميل فيه،
يعني معناها كأنه مهما كان المقلد لكن برضه عنده شوية تمييز برضه. يعني أنا ماشي معاك يا عم أنت ظاهر أنت ثقة. طالما أنت إيه على هذا الطريق على على الاستقامة يعني. شوف كذا كأنه في شرط خفي. اللي هو كونه أنا حتابعك بشرط تكون راجل إيه على على هذا المنهج الذي نعرفه. إنما لقيت الزغل أو عرفت فأنا لست إيه تابع لك. واضح ولا مش واضح؟ ده يبقى ده مقلد مش أعمى، إنما المقلد الأعمى لا يعتبر شأن الإيه البهيمة، ملوش أي فكر، لغى عقله خالص. إذا هذا لا. يعني المقلد لو لم يرجع هيصبح مقلد الآن ولا هيبقى عالم؟ يعني لو هو لو أنت اللي بتقلد ورجع وأنت رجعت يبقى كده أنت لست جازما. أنا مرجعتش ولكن أنا مع الهوى كده. وأنا الآن سأكون مقلد في هذا الوقت أم أكون عالما بالدليل؟ إذا هو لا مش هتكون. أنا مرجعتش هتكون مقلد برضو طالما يعني معناه هو بيسأل سؤال مهم بيقول لك لما يرجع هو وأنا هتمسك أنا مش هرجع نعم. هل أنا برضو ما زلت عن التقليد لما أنا هقلد مين من اللي أنا بقلده ورجع غرف داهية إذن كيف أكون مقلدا؟ قال لك ما أنت مقلد قبل رجوعه فأنت كده برضو مقلد لحد ما تعرف انت حتى لو مات اللي بتقلده فأنت مقلد أيضا لكن مقلد ليه في حالته الأولى لما كان إنسان عاقل أو لما كان إنسان فيه فبرضو مقلد دل جالك مين بعدهم هو انحرف هينزل لك الوحي قوله يحكي الخلف أي الخلاف وأصل الخلف يكون في خلف الوعد قوله وبعضهم أي القول يعني هنا إيه فقال إن يجزم بقول الغير ها الغير اللي هو إيه المقلد كفى يعني كفى هذا الإيمان كفاه في العقائد عند أهل السنة وإلا لم يزل في الضير أه وصلت فين أنت أي القول طب ماشي أي القول وهو الكاذب السفي رحمه الله تعالى حيث جعل الخلاف لفظيا هي معنى الخلاف لفظي يعني معناها ليس خلافا حقيقيا يعني لو كل واحد يعني مثلا إمام احنا اعتبر الإمام السبكي اعتبر ايه الجزم بس قال انه متى يكون جازما فإنه وضع لنا علامة على هذا التصديق الجازم وهي بحيث انه لو رجع مقلده لا يرجع هو فإن ليس هناك خلاف بين ما قاله السبكي وبين ما قاله غيره وإنما الخلاف لفظي قوله حقق فيه الضمير يعود على المقلد يعني حقق فيه يعود على المقلد يعني مش المقلد نفسه يعني على إيمان المقلد حقق فيه يعني في مسألة إيمان المقلد قوله الكشف الإيضاح والألف فيه للإطلاق جامعا بهذا الكشف بين القول بالإجزاء وعدمه يعني عاوز يقول لك الكشف يعني بين البيان وضح بمعنى انه جمع بين القول بالإجزاء ايه معنى القول بالإجزاء يعني هل هذا الإيمان يجزئه او لا اللي هي وعدمه طب متى يجزئه قال اذا رجع مقلده لا يرجع كده يجزئه أما إذا قال والله أنا متبع لأبي أو متبعين لآبائنا وكبرائنا ومشايخنا وعلمائنا أنا ماشي مع المشايخ بتوع الأزهر لو تنصروا أنا معهم لو تهودوا أنا معهم تبقى لا يبقى كده هنا في هذا الحال لا يجزئه أما لو قال لا والله لو رجعوا كل من تابع خلاص كده تمام أنت رجزين قوله فقال أي السبكي وقوله إن يجزم أي المقلد أي يصمم اعتقاده بحيث لو رجع مقلده الجزم ده موجود أما ليه قال إن يجزم وهو جازم إن يجزم يعني عند ما يرجع الثاني يعني معنى الجزم يعني مصمم يعني أنا مصمم مش هرجع فقال إن يجزم بقول الغير يعني يصمم بحيث لو رجع لم يرجع كده ولذلك في البعض العكس يعني سيدنا نوح لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا صمم يبقى ايه قال سآوي الى جبل يعصمه هو مصمم كده
قوله بقول الغير المراد بالغير الشخص الذي قلده في العقائد من غير معرفة دليلها. يبقى لازم يقول الغير هنا يحدد بمين؟ بالشخص الذي قلده في العقائد، والمراد بالعقائد يعني علم العقائد، يعني كل ما يجب عليك أن تعلمه أي تعرفه من عقائد الدين ولو كانت متعلقة بالنبوات أو بالرسالات أو بالسمعيات، مش فقط في التوحيد يعني في أن الله تعالى واحد، لا، حتى في إثبات الرسالة، حتى في ختم النبوة، في الإيمان بالجنة بالنار، خلاص كده؟ في العقائد، في علم العقائد كله. من ليه قال إذ كل من قلد في التوحيد؟ يبقى أطلق ذكر الجزء وأراد الكل. قوله كفى أن كفاه في العقائد. قوله وإلا لن يزل في الضير أي في ضرر الشك. فتحصل أن الحق الذي عليه جميع أهل السنة أن إيمان المقلد صحيح، إلا أنه إذا إيمانه صحيح يعني كافي في إجراء الأحكام وكافٍ بالنسبة للآخرة في أنه لو دخل النار لا يقلد فيها ولا يعاقب، لا يعذب على الكفر لأنه ليس بكافر، يعني معناها بالنسبة أو بالنظر إلى أحكام الآخرة فيما عند الله. وإذن كافي من وجهين، في الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. فالإيمان الكافي فيها في الدنيا هو الإقرار فقط إن أقر، يعني النطق، خلاص كده، بس بشرط إيه؟ ألا يقترن إقراره هذا بما يدل على العكس. يعني واحد أقر ونطق بالشهادتين وفجأة لقيناه معلق صليب أو بيسجد لصنم أو معناها إيه؟ ظهر منه حاجة تدل على أن هذا الإقرار إقرار باللسان فقط، وإحنا ما نعرفش الحقيقة، الإيمان مسألة قلبية. إنما كيف بيقول لا إله إلا الله في بحر الصليب أو بيروح الكنيسة أو بيجلس لسانه بمعنى كده ظهر أن هذا الإقرار لساني، لكن قبل ما نشوف موضوع سجود الصنم أو الصليب أو ما يدل على العكس هل كنا نعلم؟ لأن هذه مسألة قلبية. إنما ظهر دليل واضح لأنه لا يفعل، أو ما أحد مسك مصحف وألقاه في القاذورات مع أنه يقول لا، هذا الدليل على أن قوله لا هذا بلسانه فقط، لأنه لو كان مؤمنا بقلبه ما فعل ذلك. ده دليل قطعي على أنه لم يفعل. إذا معناها يكفي إيمان المقلد في إجراء الأحكام الدنيوية ما لم يقترن بما يدل على العكس. إن طلعت حاجة تدل على العكس تبقى مهما قال بلسان ملاش لازم، بدليل انه ممكن يكون هناك القول باللسان مع عدم الاقرار القلبي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. وذكرت أدلة كثيرة على ذلك، يقولون بأفواه. إنما أفرض لم يقترن خلاص يكفي، يبقى هذه الكفايه مشروطه، مش كفايه مطلقه، مشروطه بايه؟ بانه ما تقترنش بشيء يدل على الاصل، الا اذا كان واحد جاهل، يعني مثلا واحد راح كنيسه وما يعرفش الاحكام دي، وعلى قوله مثلا صليب تكره هديه كذا او حاجه، وجاء في البيت راح مثلا داسها بالجزمه، كذا ما نقولوش كافر. في بعض الناس بيحرج مثلا او ما بيفهمش، يقدموا لي هدية يدخل كنيسة في أوروبا ويروحوا ملبسين عندهم بيعملوا كده زي تكريم يعني، بس لا يكفر لابس الصليب إلا إذا اعتقد بهدان ده أنت لبسته كده زي كده حاجة كده عشان تاخد صورة، وبعد روح تنبلي روح ترميه في الحمام. لازم يكون في احتراز في المسألة دي. والتكفير غير الكفر، الكفر ده وصف اعتقادي، انما التكفير ده من عمل الفقهاء، يعني ده مساله فقهيه، لانه قد يفتي المفتن وده كافر وده مش كافر، مع انهم الاثنين قالوا قولا واحدا. ام ننظر ده قال كلمه الكفر وده قال كلمه الكفر، فيجي المفتي او العالم او الفقيه يكفر ده وما يكفرش الثاني، ليه؟
كان والله انا كنت مكره. انا قلت هذه كان واحد مسك لي سكين او شيخ قال لازم تشتم او تقول كلمه كفر، فانا قلتها تحت الاكراه. الله تعالى يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. يبقى اللي اكره ده لا ايه يخرج من الايه من الكفر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمار لما اجبروه او يعني قالوا له سب محمدا، فراح قال ان عاد وعد، يعني لو قال لك اعملها ثاني اعملها عاوزين ثاني، لانه مش متعلقه بقلب ده، هي متعلقه فقط لو عملوها ثاني عفوا ضغط ولا تقول ولا يهمك ان عاد وعد. مين قال العدل اذا كان عاصي؟ هو افرض تارك صلاه، نتكلم في مساله الامام، افرض دائم يعني نقول خلاص والله ما خلت تبقى حينجو ونسيب الزنا ونسيب المعاصي، الثاني حيعاقب على المعاصي، مش حيدخل اهل الاسلام بعضهم في النار ليعذبون على معاصيهم، لان الله تعالى يقول من الحديث الحديث النبوي بتاع من اقترف من شيء فعوقب به في الدنيا فهو، ومن ايه لم يعاقب فامره ان شاء الله ممكن ربنا يعذبه ممكن ربنا يقوله، لكن ان عذبه حيعذبه على ايه؟ على المعاصي، على المعاصي مش على الكفر، لانه ليس بكافر. وبعدين ايه يخرج مش في اول سوره الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال لك ما هذه الوداد حيود يتمنى انه لو كان مسلما في الدنيا يقول يا ريتني اسلمت وعملت الزنا والمعاصي زي الناس. ليه؟ ده بيقول ليه كده؟ لانه يرى عصاة المؤمنين في النار معه. في الحديث اللي موجود يجتمع الكفار اللي هم اهل الكفر مع المسلمين اللي هم العصاة في النار، فيقول الكفار لاهل الاسلام ما اغنى عنكم اسلامكم وقد جئتم معنا، ادينا بقينا سوا، يعني لو كنتوا كفار كان احسن، اقولوا كده ما ديكم جيتوا معنا او ومع ذلك كنتم مسلمين. فيأمر الله تعالى النار، والحديث صحيح، ان تخرج من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، وربما هنا مش للتقليل، في ربما ربما ينجح للمجتهد بل التكثير ده، انما ربما ينجح البليد ده للتقليل ده، ربما تيجي معاه، اذا ربما ممكن تكون للتكثير وممكن تكون للايه؟ للتقليل، يعني تستعمل في المعنيين، فهنا للتكثير. ايمان وهي مولانا انت بتتكلم عليها هي اخوه الشهادتين بس ولا من اركان الاسلام؟ مين ده؟ ما هي الشهادتين هي العنوان، خلاص له جميع تجرى عليه جميع الاحكام، يعني يرث ويورث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ايش صلى الله وسلم على سيدنا محمد. أركان الإيمان الستة، لا 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 معرفة وكتب الدليل يكون دليل جمهور الإجماع عليك.